السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر. عسلامة. كما وعدتكم لحد اللي فات، ان قبل ما نبداو الحديث عن القرآن الذي هو يعتبر اقدم مصدر اسلامي، قلنا باش نتكلموا المرة هذه عن فكرة الله وكيفاش وصلت لنا. هناك وقت تناقش مع اللي يؤمنوا فكرة الله يطرح عليك عدة أسئلة. أنا لا أريد أن أطرح هذه الأسئلة كلها في هذه الفيديو، لأن الفيديو متاعنا باش تكون قصيرة، نحاولوا ما نتجاوزوش 20 دقيقة. ولكن من الأفكار اللي يطرحها هؤلاء يقول لك ما دام فكرة الله موجودة إذن الله موجود، على خاطر على حسب ادعائهم الله اللي خلقنا هو اللي حط فينا فكرة الله، وينطلقوا من قاعدة أخرى تقول اللي كل شيء في عقل الإنسان عنده حقيقة. إذن احنا ما دام تكلمنا عن الله يعني الله موجود، ما دام الإنسان فكر في إله إذن الإله موجود. هذه الفكرة ليس صحيحة 100%. صحيح إن الإنسان لا يمكن أن يفكر في شيء ليس موجود أصلا، لأن العقل البشري هو عقل محدود نجم نقوله بما يرى ويشاهد. ولكن العقل البشري يمتاز بصفة أخرى، إن عنده مخيلة، يستخايل، يتخيل، مثل مثلا يتخيل عروس البحر. في الحقيقة عروس البحر مش موجودة يعني وجود فعلي، ولكن هو ركب من بين فكرة نص حوتة ونص إنسان وخرج فكرة عروس البحر. والإنسان نجم نقوله أبدع في التخيلات متاعه والتصورات متاعه انطلاق من الواقع والوضع اللي يعيش فيه. إذن هوني نسأل سؤال، من أي واقع انطلقت فكرة الإله؟ نعرف اللي احنا الإله عنده ياسر معاني، عنده ياسر معاني عند الإنسان، يعني بل كل اتجاه ديني عنده تصور لهذا الإله. ولكن احنا في هذه الفيديو باش نحاولوا نكتفي بكلمتين مهمين، هي الله والرب. نعرف احنا اللي كلمة الله هي كلمة جامعة، ولكن عندما نقول الله لازمنا نفرق من بين الخالق أو المبدع أو الصانع، ومن بين فكرة المسير، المشرف، المسؤول. هناك خالق وهناك مسؤول، هذوما فكرتين كل واحدة وحدها. النجم نكون صانع حاجة ولكن مش أنا مسيرها، يسيرها واحد آخر. والنجم نسير حاجة أنا ما صنعتهاش، والنجم نصنع ونسير في نفس الوقت. إذا عندما نعود للتاريخ التطور فكرة الله عند الإنسان، نلقاو فكرة الخالق فكرة حديثة نوعا ما، مش حديثة يعني الآن، وإنما كان يتقدمها فكر آخر هو فكر المسير، وهي التي يطلق عليها فكرة الرب. يعني الرب هي فكرة تدل على المسؤولية، على التسيير، على التدبير، بينما كلمة الله هي شاملة. هناك
بعض الذين يؤمنون بفكرة الله يعتبرون أن الله خالق ومسير، وهناك من يعتبر أن الله خالق وليس مسير، بل جعل التسيير داخل الأشياء التي خلقها فهي تسير نفسها بنفسها. مثلا فكر ما فكر ربوبي، أو فكر يؤمن بالخالق الأعظم، ما يسمى بالخالق الأعظم، ولكن يقول لك هذا الخالق لا يسير الكون، لأنه خلقه من الأول لكي يسير، كما أنا نجي نصنع سيارة تمشي وحدها، نعمل لها بروغراماسيون ونعمل لها برنامج باش تمشي وحدها على حسب البرنامج اللي أنا حطيته لها. وفما لا، يقول لك الله هو اللي خلق الكون وهو اللي يسير في الكون وهو المسؤول عن الكون. وهنا فما فرق، لأن التسيير هي مسؤولية، والشخص المسير من المفروض إنه يحاسب على ما يقوم به. لهذا الربوبيين أو بعض الأديان التي تبحث في الكون وفي الأسئلة الكونية دون التطرق إلى فكرة الله، يريدون أن يبعدون هذا الإله عن المسؤولية، ويجعلون أن الكون يسير على حسب نظام وضعه هو، فهو غير مسؤول مباشر. وهنا ينزهون هذا الإله عن الكوارث والفضائح والجرائم الموجودة في الكون. المهم، احنا نحب نعرف فكرة الرب من فين جاءت، يعني فكرة الإله المسؤول. في الحقيقة الإنسان عندما وعى على وجوده كإنسان ووعى بالكون اللي حوله، شاف روحه اللي هو تحت سيطرة ما يسمى الأب الذي هو رب الأسرة، أو تحت سيطرة رئيس القبيلة، أو تحت سيطرة الملك أو الفرعون أو الشاه أو القيصر. فمن هذه الفكرة، عندما شاف في حياته العادية واليومية إن هناك طبقية وإن هناك مشرف على الجميع المسؤول، فعندما فكر قال ما دام أنا في حياتي اليومية هناك مسؤول، إذن هذا الكون له مسؤول، أي له رب. ولكن الإنسان في الأول لم يوحد الربوبية، بل جعل لكل شيء رب، فرب الرياح، رب الأمطار، رب السحاب، رب الشمس، رب القمر، رب الأنهار، رب الأرض، يعني جعل لكل شيء معناتها عنده على قرب به، جعل لكل شيء حوله إله ومسؤول. هنا لم تظهر بعد فكرة الله الخالق، مازلنا في فكرة الربوبية. ومرت البشرية على فترة معناتها من الزمان تؤمن بالأرباب المتعددة بصفتها كمسيرة، ثم أن يجعلوا لكل هذه الأرباب إله أعلى، إله مسير، أي نظام هرمي. وهنا بدأت تظهر فكرة الله الواحد أو الرب الواحد المسؤول الواحد الذي يشرف على الأرباب هذه، وهذه الأرباب كل واحدة تشرف على مهمة معينة. ثم جاءت فكرة ما يسمى الديانات السماوية، سوى الزردشتية سوى اليهودية والمسيحية وغيرها، وحتى الديانة الفرعونية والبابلية، عندما تطور الإنسان وأصبح له ملوك يحكموه، أي هيلمان يحكم البلد، بدأت تظهر فكرة الله الواحد. وهذه الأرباب التي كانت تسمى أرباب أصبحت تسمى ملائكة، أي تشتغل، لأن لا يمكن أن نطلق عليها اسم رب، فنطلق عليها اسم ملائكة،
أي خدام الرب وحاشية الرب. يعني تشوفوا هنا كيفاش فكرة الرب جاية من نظام الحكم، عندما كان الملك يعني هو اللي يحكم وعنده الحاشية متاعه وعنده الوزراء متاعه اللي يسيروا الأمور متاعه، كل واحد عنده مسؤولية. إذن هذوك ما عبارة على الملائكة. مش تشوفوا اللي معناتها فكرة الرب ما هي جاية من فراغ، صحيح ما هي جاية من فراغ، ولكن ليس كما يتصور البعض إنها حقيقة فعلية، فهي تخيلات وتصورات بشرية، بل قياسا الإنسان على نفسه شاف روحه محكوم فقال يجب للكون أن يكون له حاكم. هذه هي فكرة الرب المفهوم اللي تطورت فيها معناتها البشرية من فكرة الأرباب المسؤولين إلى الرب الأعلى تحت الأرباب الآخرين، إلى فكرة الرب الأعلى والملائكة. ومن هنا بدأت تظهر فكرة الرب الأعلى والرب الواحد الأحد الصمد، كما معناتها طرحها الإسلام وطرحتها ديانات أخرى. رغم اللي معناتها نجدوا الزردشتية قسمت إلى إله الخير وإله الشر، احنا ما نجمش ندخلوا في التفاصيل هذه. المهم التصور الإنساني لفكرة الرب هي على حسب الواقع متاعو اللي عايشه والوضع اللي عايشه. أما فكرة الإله الخالق من فين جات؟ فكرة الإله الخالق من فين جات؟ هنا عندما نرجع الإنسان يشوف اللي هو أمه تولده، يشوف هو يصنع حاجة. إذن من هون جاته فكرة إن مدام هو يصنع ومدام أمه تولده إذن هناك رب خلق هذا الكون. هذاك علاش الآلهة الخالقة المانحة للحياة تلقاها قبل كانت أكثر آلهة معنتها أنثى يعني أنوثية، بينما الرب هو إله ذكري. وهذا يعني من خلال الخلية الأسرية والمجتمع، يعني الأب هو المسؤول عن العائلة والأم هي التي تنجب الأولاد. ومن هنا بدأت تتكون عند الإنسان فكرة مدام أنا نصنع، مدام أمي تولدني، مدام فما حاجة توجد حاجة، إذن هناك من أوجد الكون. وهنا أصبحت فكرة الرب والإله فكرة يعني حاضرة باش تولي باش تندمج مع بعضها. نعرف احنا اللي الديانات الشرقية لا تبحث في مسألة الإله وتعتبرها معناتها شيء مجهول عند الإنسان، كما الطاوية وغيرها حتى البوذية، لأنها تعتبر الإله عبارة على كمال مطلق لا يمكن للعقل البشري أو الإنسان أن يتصور هذا الإله. يعني هما يقطعوا الطريق، يرفضوا حتى باش تعطيه اسم أو باش توصفه، لأنه لا يمكن لهذا الإله اللي يعتبروه معناته كبير أن المخلوق متاعه أو الذي أظهره يعني الموجودات متاعه أنه تفهمه. كما أنت تصنع حاجة وتطلب منها باش تفهمك، وهو نوعا ما المنطق متاعهم منطق سليم، بينما ديانات أخرى أو معتقدات أخرى ذهبت في الاتجاه الآخر، وهي وصف الإله وأعطاء لهذا الإله أوصاف ودمج فكرة الربوبية بالألوهية. كما قلت لكم فما اللي ما يدمجش، يعتبر الإله هو الخالق فقط وليس المسير، وهناك من يعتبر أن الكون قديم ولكن هناك قوة فهمت هي تسيره. لا أريد أن أدخل في التفاصيل أنا في المسألة هذه، خطر أحنا باش نعملوا ياسر فيديوهات في المسألة هذه، وباش نحاولوا نطرحوا بعض الأسئلة اللي يطرحوها اللي يؤمنون بإله ونحاولوا نرجعوا عليهم. إذن معناتها الخلاصة متاع هذه الفيديو يعني فكرة الرب
المسير المشرف المسؤول هي جاءت من فكرة الأب ورئيس القبيلة والملك أو الرئيس، وفكرة الله ما يسمى الخالق العاطي للحياة جاءت من فكرة الأم التي تلد والأرض التي تنبت النبات والإنسان الذي يصنع أشياء. إذن هنا فكرة الله ليس فكرة غريبة، يعني نابعة من حياة عاشها الإنسان. ولكن هل هذا الإله موجود بالفعل؟ كما وتنجيو نسأله، هل عروس البحر أو التنين أو الحصان الطائر موجود بالفعل؟ هو تركيب، تركيب لا أكثر ولا أقل. لو نحاول نحللها ونفهموها نلقاها مركبة من عدة أشياء. ولا نتكلم عن الديانات الزردشتية واليهودية والمسيحية والإسلام، معناتها اللي معناتها وصفه هذا الإله. لو تقرأ أنت القرآن أو التوراة أو الإنجيل، يعني عبارة على ملك، ملك جبار متكبر، هذا الكائن العظيم القوي القادر الحي الأزلي يخلق مخلوقات ميكرو سكوبية، ثم يخلق لهم نار ويخلق لهم جنة، واللي يؤمن به يحطه في الجنة واللي يكفر به يحطه في النار ويعذبه للأزل. ما تلاحظوش فما تقارب من بين هذا الفكر وفكر كل الدكتاتوريين اللي ظهروا في البشرية، أو هذا من الملوك الجبابرة اللي يطيحهم ويسمع كلامهم ويسجد لهم يقربوه ليهم ويعطيوه الفلوس ويعطيوه الجواري ويعيش في نعيم. المهم الطاعة للملك أو الطاعة للرئيس، واللي يخالفهم واللي يناقشهم واللي يعارضهم شو يعملوا له؟ يشدوه ويسلسلوه ويعذبوه ويسجنوه وحتى يقطعوه ويمثلوا به ويقتلوه ويمنعوه من الحياة أصلا. يعني لو تقارن أنت فكر كل جبار أو كل دكتاتور تلقاه مقارب جدا لفكرة الإله اللي موجود في الأديان السماوية، لأن الأديان السماوية هذه من الزردشتية وانت هابط هي ليس ديانات أتت لكي تجيب الإنسان على الأسئلة الوجودية اللي عنده. هناك ديانات طبيعية كما الطاوية كما حتى الزانيميست يعني وغيرهم وغيرهم وغيرهم، ديانات معناتها في الشرق الأقصى وفي إفريقيا، واللي معناتها يؤمنوا بالتوتام وكل شيء، يعطيوا أجوبة معناتها مش صحيحة 100%، يعني لأن الصحيح الوحيد هو العلم، ولكن نوعا ما منطقية من ناحية يعني التسلسل. بينما الديانات هذه السماوية من الزردشتية وانت هابط هي ديانات مصطنعة، يعني استغلت المخزون الديني أو الإيماني عند الإنسان وخوفه من المجهول وتساؤلاته الوجودية وعملت له معتقد دين على حسب الوضع اللي عايشه الإنسان، الملك الجبار المتكبر على العرش استوى اللي ما يقبل حتى خلاف واللي هو يعرف كل شيء والباقي الكل عبيد، والحاشية متاعه والجواسيس متاعه الملائكة اللي تتجسس عليك على اليمين وعلى اليسار، والسجون متاعه وأماكن التعذيب اللي هي جهنم، والحفلات متاعه والسهرات متاعه والرقص متاعه للأشخاص اللي يؤمنوا به. ما شفتوش فما مقاربة؟ يعني هذا الإله الإسلامي أو المسيحي أو اليهودي أليس هو إله الحاكم الجبار؟ فكروا، راني أنا وقت نحكي معاكم
نحكي معكم بكل تلقائية وبكل طبيعية، ولا أدعي ولن أدعي إن كلامي صحيح، وإنما نطلب منكم أنتوما باش تسمعوا الكلام هذا وتقارنوا وحدكم وتفهموا وتلقاو الحاجة اللي تناسبكم أنتوما. يعني لا تقليد، لا تقليد. يمكن فكرة قالها فلان عجبتني، ولكن لازمني نتمعن فيها باش وقتها نتبناها وناخذها النجم ندافع عليها، لأن تولي مني. لأن الفكر بصفة عامة ليس ملك إنسان، راه ملك البشرية كلها. وهناك الفاصل معنا، يعني اللي يفصل هو العلم، أما كل الأفكار الأخرى هي أفكار تتطور مع تطور الإنسان ومع تطور الوعي ومع المعرفة. إذن معناتها في هذه الفيديو تكلمنا على من فين جات فكرة الله، ومن فين جات فكرة الرب والخالق والمشرف. وفي الفيديو القادم نحاول نتكلم على جوانب أخرى. احنا باش نعملوا سلسلة من الفيديوهات في هذه المسألة حول النقاش أو الدردشة عن فكرة الله. وخمم خمم خمم وخمم وحدك، وتو تشوف اللي هذه الأديان وفكرة الله ما هي إلا صنع بشري. وشكرا على المتابعة، ومع فيديو قادم، وبسلامة.